شارك وفد من السلطة التشريعية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي ضمن أعمال الجمعية 35 بعد المئة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة المنعقدة حاليا في جنيف، حيث تمت مناقشة موضوع تعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص والنزع الشامل للأسلحة. إلقاء المزيد من الأضواء على أهم ما دار خلال هذا الاجتماع ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من جنيف سعادة النائب محمد الجودر عضو مجلس النواب. سعادة السيد محمد الجودر، بداية لو تطلعنا على أبرز ما خلص إليه هذا الاجتماع. يا مرحبا أخوي، حقيقة أن اليوم مشاركة الوفد البحريني في هذا المؤتمر وخاصة كما تفضلت في المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص ونزع الأسلحة أسلحة الدمار الشامل، حقيقة البحرين أبدعت اليوم في مدخلات في هذا المؤتمر أو في هذا اللجنة، وكان الأساس هو استقلال القطاع الخاص أو الأمن الخاص شركات الأمن الخاص في مساهمته في الأمن الداخلي لجميع الدول. وأبدأنا ملاحظاتنا حول هذا الأمر، وبالنسبة من حق نزع الأسلحة للدمار الشامل كذلك البحرين أبدعت في هذا الأمر، وتكلمنا بكل أريحية وبأمور فندناها، وتكلمنا عن أن نرى أن مجلس الأمن عاجز حاليا عن حماية الدول والشعوب، وما دعا هذه الشعوب أن تسعى لامتلاك السلاح أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة النووية أو أي سلاح. هذا اللي قاعدين نتكلم فيه. كذلك تكلمنا أن هناك مجموعات إرهابية بدأت في اقتنام هذه الأسلحة، وتكلمنا حقيقة وينك يا مجلس الأمن، لماذا لم تتدخل في حل هذه الأمور، وتكلمنا عن تدخل القوى الكبرى في سوريا، أن يعني مجلس الأمن عجز عن حماية السوريين، الشعب السوري في سوريا والشعب الليبي والشعب العراقي في العراق وكذلك مناطق أخرى. فكانت من أبدع المناقشات اللي صارت، ثم دعا اللجنة إلى يعني دعوتنا بكرة في اجتماع خاص لمناقشة هذه الأمور في بتفاصيلها. نعم. هذه أنا أتكلم عن الإبداع البحريني في هذه المؤتمرات. نعم، إذن من جنيف سعادة النائب محمد الجودر عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.